فكرة المشروع جات لي، كنت قاعد أنا وأصحابي واقترحت عليهم المشروع دوت، وأنا أصلا عندي خبرة فيها عشان أنا كنت شغال في المجال ده قبل كده، كنت شغال في المجال ده في البرجر على الفحم والكلام دوت، فأنا كان عندي خبرة فيه، وأنا أصلا سياحة وفنادق وتخصصي الأكل والكلام ده، قلت قبل ما أخلص معادي وكده أعمل مشروع لحد ما أخلص إن شاء الله أكون عملت مطعم بإذن الله، فتحت سلسلة عربيات إن شاء الله يعني. بس وعملت برجر على الفحم، اقترحت على أصحابي وقالوا لي اشتغل. اشتغلت ونفذت وعملت كل اللي انا كان نفسي فيه. المنيو عندي عباره عن 6 سندوتشات كلهم برجر على الفحم، بس فرق في الاضافات، عندي كلاسيك وباربيكيو وعندي تشيلي وعندي جوسي وعندي وورلد، اللهم صل على النبي، كله برجر على الفحم. عندي اللحميه 210 جرام محشيه جبنه موتزاريلا، اي اوردر معاه بطاطس، وكسترا الشيدر ب10، كسترا باربيكيو ب5، كسترا تيستي ب10، وبفتح من 5 لحد 2 بالليل. يعني عندي وقت الصبح بفضل لو كنت اذاكر لي كلمتين واخلص واجي على ميعاد شغلي، ميعاد شغلي 5، لو عندي بصحى بدري شويه اذاكر لي كلمتين اعمل لي اي حاجه بالنسبه لدراستي، وبعد كده بنزل لشغلي اشتغل عادي لحد 2 بالليل واقفل واروح، اذا كنت انام لي شويه واصحى بدري وكذلك. يعني انا مفيش مشكله بالنسبه لي بين الدراسه والشغل، انا يعني الحمد لله الحمد لله قادر اوفق ما بينهم، فاصل ده عن دوت والحمد لله وماشي كويس، وما فيش اي مشكله معايا بالنسبه لدوت، والشغل مش عيب. انا فتحت عربيه دلوقتي، ان شاء الله فيما بعد هيبقى عندي مطعم وهيبقى عندي محل 2 3، ان شاء الله اعمل اقوى براند في الدنيا، وشغال عادي والدنيا عندي حلوه، وبنصح اي شاب انه يشتغل ويعمل مشروع في بدايه حياته عشان يلاقي فيما بعد، وبصرف على نفسي ومجهز نفسي بنفسي وماشيه معايا وبتعلم وبزيد خبره يوم بعد يوم في المجال ده. انا في سياحه وفنادق، الشغل هيبقى في فندق وبتاع، بس اشتغلت عند حد، لا انا عملت مشروع لحالي حر، انا حر نفسي وبصرف على نفسي، جايب لي مصاريفي، جايب لي اكلي وشربي ولبسي، وبعرف اصرف على نفسي من المشروع. هي عربيه مش عيب، الشغل في الشارع ده مش عيب، ولو جات لي وظيفه انا، بس انا شغال حر، بدل ما اروح اشتغل عند حد لا انا شغال حر لنفسي، عملت مشروع جايب لي دخل، جايب لي دخل ليا، وبصرف على معادي وبصرف على نفسي، ومشروع كويس، وفيما بعد ان شاء الله يتطور يبقى اكبر من كده. طب انا ابتديت صغير وكبرت في الشارع لمحل، بقيت صاحب مكان، فمش عيب الشغل في الشارع، مش لازم شركة، فالشغل في الشارع هو مش عيب ولا حرام، وانا شايف ان انا شغال وده كويس وبساعد نفسي، مش بستنى جنيه من بابا ولا من ماما ولا الكلام ده، وشغال على نفسي وبصرف على نفسي من مشروع عربية برجر في الشارع. بقول نصيحة للشباب ان في اي حتة ورحت اي مكان هتشتغل، بدل قعدة القهوة انت بتصرف لك 50 100 جنيه على القهوة، انت لو جمعتهم في الشهر هتفتح لك اي مشروع، اي حاجة في الدنيا هتشغلك، وحوار الاشغال ده شغال عادي، مش شرط تنزل وظيفة، انا ممكن اهو انا فتحت عربية لنفسي وشغال. بنصح اي شاب ان هو يعمل له اي مشروع في حياته. انا بالنسبة لي كنت شغال واخد خبرة في المجال دوت واشتغلت عليه، وحبيت ان انا اشتغل، عملت مشروع خاص ليا وانا كده كده مستفيد منه خبرة من بدري، كنت شغال فيه وهو كان مجالي، يعني شغال فيه بقالي 2 سنين، فقررت ان اعمل مشروع لوحدي، عملت المشروع الحمد لله ونفذته، اشتغلت عليه شغال كويس. اللحميه عندي 210 جرام محشيه جبنه موتزاريلا، اي اوردر معاه بطاطس، البرجريه عليها كاتشب باربيكيو بيك تيستي، ده الستاندرد ده الكلاسيك، احط شيدر بيبقى روبابليك، احط موتزاريلا بقى جوسي، احط البيف بيكن بيبقى وورلد، غير التشيلي وغير الباربيكيو. انا اشتغلت وكل اصحابي وقفوا معايا، انا محدش انتقدني ابدا، كان معايا يوسف وعمار، الناس دي وقفت معايا قوي وحطت ايديها معايا في المشروع، وعملت مشروع ونفذته وخططت بيهم، مفيش حد من صحابي قال لي عيب في الشارع، محدش قال لي لا، كلهم قالوا لي روح وربنا معاك ويكرمك ويرزقك وان شاء الله تبقى صاحب براند، واشتغلت ونفذت واصحابي كانوا معايا، مفيش حد قال لي في الشارع لا، واللي قال لي لا انا حبيت ان انا اعرفه ان لا دي هتبقى فين بعد كده، ونفذت وقررت ومستني ان ارد عليه في اقرب وقت بلا اللي هو قالها لي. بالنسبه لاهلي والمشروع وكده ما عرضت عليهم، محدش قال لي لا، قالوا لي روح وربنا معاك، وقفوا معايا وساعدوني كتير كتير قوي، يعني والدي ووالدتي وقفوا معايا فعلا، اخواتي وقفوا معايا وفضلوا في ضهري لحد اما وقفت وقمت المشروع على رجليه وشغلت الدنيا، والحمد لله هما معايا ومحدش قال لي لا وفضلوا معايا وفي ضهري.